هل بيأثر البلوغ المبكر على طول طفلي؟ كثير من الأهل بيسألوا هذا السؤال، وإذا في علاقة بين البلوغ المبكر والطول والخوف من توقف نمو طول أطفالهم عند حد معين والتأثيرات السلبية الأخرى يلي بيحملها معه بلوغهم المبكر. مخاوف الأهل تجاوزت مسألة الطول فحسب، لا توصل للخوف من تأثير اضطراب الهرمونات يلي ممكن يكون حاصل نتيجة البلوغ المبكر على نفسية الطفل أو تحصيله العلمي والعقلي والدراسي. كل شيء بيتعلق بهالخصوص رح نطرحه على الدكتور زياد زودة، استشاري بأمراض الغدد الصم والسكري. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. إمتى الأهل بيقولوا أو ممكن يشوفوا أنه طفلي أو حتى طفلتي رح يصير عندهم بلوغ مبكر؟ شو هي المؤشرات؟ تماماً، نحن في عنا علامات بتصير بشكل تدريجي، يعني ما بصير نادراً ما بصير القصة بشكل فجائي. تطلع أشعار بالمنطقة العانية بأعمار صغيرة نسبياً، أشعار تحت الأبط، بصير رائحة الطفل تعرقه قريب من رائحة الكبير. تماماً. عند الصبي بصير حجم القضيب، حجم الخصيتين، كمان الأشعار، بيصير حب شباب عند البنات وعند الصبيان بعمر صغير. إحنا الحب الشباب ما بصير عند الأطفال. تماماً. يعني كل هالعلامات بتقلنا كمان صوت بيتغير شوي عند الصبي، كله بيقلنا انه هالامور عم يعني بتتغير عم تتبدل، وبالتالي في مؤشرات بتوجهنا انه في عنا بلوغ باكر. حاله بلوغ باكر ممكن تصير، فلازم الاهل يتدخلوا، ورح نحكي بهالموضوع خلال فقره. طب دكتور، ليش بيصير في بلوغ مبكر؟ ليش في ناس بيتاخروا بالبلوغ او بيبلغوا بوقت طبيعي وفي ناس على العكس بيبلغوا باكرا؟ هلا في عامل وراثي بيلعب دور، بس كمان نمط الحياة بيلعب دور كتير مهم. يعني عم نشوف نحنا إنه كل ما عم يزيد الوزن، في دراسات عالمية كتير مهمة بتقول إذا زاد وزن الطفل أو الطفلة 10 كيلو احتمال يصير عنده بلوغ باكر 80%. هاي الشغلة كتير مهمة. الأكل الجاهز، المنكهات الاصطناعية، البهارات، الملونات، البهارات العادية ورد ما بتساوي شيء، بس الملونات والمنكهات الاصطناعية الحقيقة والمواد الحافظة دكتور. تمام. الموجودة بالشيبسات والمواد الحافظة كتير بتأثر. يعني هاي النودل اللي منضف لها كتير منكهات كتير سيئة، الأجبان المربعة والمدورة، كل المعلبات بكل أنواعها، كلها الحقيقة بتأدي لزيادة الوزن بسرعة، وتعمل اضطرابات هرمونية بتساعد على أنه يصير عنا بلوغ باكر. بعدين عدم الحركة، يعني صرنا هلأ أكثر وقت قاعدين على إما على شاشة الكمبيوتر أو على تي في أو على موبايلاتنا، كله الحقيقة عم يؤدي أنه عم يزيد وزننا بسهولة، وبالتالي عم نوصل لحالة بلوغ مبكر. نعم. هلا في حالات لحسن الحظ نادرة هي أورام، إما من الغدة فوق الكلية اسمها الغدة الكظرية، أو من الدماغ أو بالخصية، بتأدي لبلوغ باكر، بس تكون هون التغير سريع. ما بتكون بشكل تدريجي، بنلاقي انه طفلنا وطفلتنا عم يكبروا، عم يطولوا بسرعه، عم يطلعوا الحب شباب بسرعه، عم يتغير الصوت بسرعه عند الصبي. البنت نفس الشيء، عم يكبروا الثديين بسرعه. هون لازم يعني بسرعه نراجع طبيبنا، لانه لازم نعمل استقصاء عن مصدر زيادة الهرمونات وبالتالي المعالجة السريعة للموضوع. تماماً دكتور، في حال كان اضطراب الهرمون هو السبب الموجود بعد ما تم كشفه عند الطبيب، هل في علاج؟ هل ممكن أنا لحق طفلي أو طفلتي قبل ما يفوتوا بمرحلة البلوغ؟ يعني ممكن بقى ما عاد في طول، في حد معين وقف عند الطفل، ممكن اتدخل بشكل مبكر ولا لا منقول خلص راحت عليهم؟ مثل ما كنتوا عم تقولوا بالمقدمة شغلة كثير مهمة، انه نحن البلوغ بيأثر على الطول المستقبلي، لانه كثير اعتقاد بعده خاطئ وشائع، وقلنا المره بالحلقه الماضيه انه ما بنطول 18 ولا 16 ولا بعد البلوغ بسنه ونص لسنتين كترت بيوقف الطول. معناتها نحن اذا بدي البلوغ باكر رح يمكن تكون اطول، لانه هو 8 من 10 بنات و2 من 10 هن صبيان. معناتها اذا بديت او بدي بلوغ الباكر ممكن يكون طول رفقاته وأطول من رفقاته حالياً، بس الطول المستقبلي مو لصالحه. هي أول شغلة. الشغلة الثانية كمان ركزتوا على موضوع العامل النفسي، لأنه هو هرموناته وهرموناته هرمونات واحد كبير، وبنفس الوقت هو طفل صغير. يعني كتير رح يأثر على تحصيله العلمي، على نفسيته، تشتت،
كثير مهم. نحن في تحاليل معينه بنساويها، والاف اس اش بيكون مرتفع، لازم يكون تحت ال 2.5 بيكون اعلى، الاستراديول عند البنت والتستوستيرون عند الصبي بيكون مرتفعين كمان. لازم نعمل تحليل للتي اس اتش لانه قصور الغده الدرقيه كثير بياثر، لانه احنا كل 1000 طفل بيولد عنده قصور غده درقيه خلقي، ولازم نعمل دائما بنقول بكل يعني كل ندواتنا التلفزيونيه بنقول لازم نتحرى عن التي اس اتش. هلا اذا احنا شخصنا بدنا نعمل ايكو للحوض، نشوف حجم الرحم، نشوف المبايض اذا في جريبات على المبايض، كل هي بتوجهنا، يمكن نطلب مرنان اوقات للدماغ. بعدين في عنا اذا ما لقينا الحيات طلع كله سليم، في عنا ابر كثير امنه تستخدم من اكثر من 50 55 سنه، بتاخر البلوغ مثبطات فيزيولوجي تماما، يعني هي فيزيولوجيا تماما بترجع الامور لنصابها، ونحن بنكون هون ما عم نلعب بالهرمونات، كنا عم نصلح خلل موجود عند الطفل او الطفله. وطالما نحن عم ناخذ الابر امورنا بتكون بالسليم، ما بتساوي لا عقم ولا بتساوي مشاكل بالمستقبل. معناتها لازم الاهل دكتور بس يشوفوا المؤشرات اللي ممكن تدل انه في حصول بلوغ مبكر، لازم يتوجهوا للطبيب قبل ما تبلش الكارثة. تماما، احنا كل ما بكرنا نور بالمراجعه كل ما كانت الامور اسلم، يعني دائما المراجعه الباكره للطبيب هو بيعطينا فرصه اكثر لحتى نثبت بوقت ابكر. طيب، وبالتالي بشكل افضل. طيب دكتور، الطول هو المؤشر الاوضح خلينا نقول انه الطفل عم يبلغ ولا لا، هيك بيعتبروا بعض الاهالي. شو الطول المناسب للذكر والانثى ببلادنا بسن الطفوله؟ يعني طفل عمره 10 سنين مثلا او 9 سنين صبيه عمره، قديش لازم يكون طولهم؟ هلا حتى نقول لمشاهدينا ورد بشكل ابسط، انه وقت يولد الوليد بيكون طوله حوالي 50 سنتيمتر، بعدين اول سنه بيكسب 25 سنتيمتر، السنة الثانية والثالثة بيكسب 10 سنتي بالسنة. بعدين اعتبارا من بداية السنة الرابعة بصير 5 سنتي 5 سنتي كل سنة. بدهم يحسبوا هيك الأهل، إنه 75 بنهاية السنة الأولى، 85 بنهاية الثانية، 95 بنهاية الثالثة، بعدين بصير 5 5. إذا لقينا إنه طفلنا عم يطول أكثر، هلا يمكن يكون في طول بالعيلة تماما، بس إنه إذا في مؤشرات ثانية غير موضوع الطول، يعني الطول لحاله بدون مؤشرات ثانيه، بدون انه حجم الثديين هو يكبر، بدون الاشعار بالمنطقه العانيه، بدون اشعار تحت الابط، بدون تغير الريحه، هي كلها مؤشرات لازم ناخذها بعين الاعتبار تماما. بصير بزيت الشعر، بصير بتساقط الشعر، كل هي بتقلنا انه يعني قرب البلوغ تماما. طيب دكتور، خلينا نحكي عن اليه العلاج المناسبه، وهل اليه العلاج ممكن تاثر على طفلي او طفلتي بالوقت المحدد اللي لازم يكون هو بشكله الطبيعي يتم فيه البلوغ؟ هو العلاج آمن 100%، والعلاج هو فيزيولوجي، نحن عم نصلح. قديش بيحتاج الطفل؟ حسب التبكير، لأن نحن بنقول إذا تحت العشر سنين البنت عم نشوف بثمانية وبالتسعة. إيه؟ يعني نحن بنقبل صرنا هلأ لعند العشر سنين للبنت، بنقبل لعند 12 سنة، يعني إذا أقل من 12 سنة عند الصبي نقول بلوغ باكر، وأقل من 10 سنين عند البنت بلوغ نقول باكر. بلوغ باكر. هلأ الفترة إذا كان بثمان سنين معناتها لازم نعطي ليصير عمر البنت 10 سنوات، إذا 10 سنين عند الصبي لازم نعطي كمان سنتين ليصير 12 سنة. في إبر بتتاخذ كل 28 يوم، وفي إبر بتتاخذ كل 90 يوم، الحقيقة حسب تركيز الدواء بقلب الإبر، والطبيب هو يلي بي يعني بيقدر حسب بيقدر التحاليل. حسب التحاليل، حسب حالة الطفل أو الطفلة، ومع الأهل بتشاور حسب الخلل يلي موجود. ممكن يتثبط موضوع مثل بيقولوا الغده يلي ممكن هي تعطي مؤشر انه لازم هلا بدء البلوغ. تماما، هو نحن الغده النخاميه بتعمل بتعطي اف اس اش اكثر، وبالتالي بتحرض الخصيتين او المبايض. الحقيقه هو هل الابره اللي بنعطيها بتثبت بشكل فيزيولوجي، بصير الاف اس اش بيرجع لمستواه الطبيعي، وبالتالي طفل او طفله بيعيشوا حياتهم مثل اقرانهم، وقت يصير وقت البلوغ الفيزيولوجي بعمرهم المضبوط ترجع الامور. طيب، بتصير بشكل طبيعي. طيب دكتور، لنفترض انه في بنت، طالما هو يخشى على البنات اكثر من الشباب من موضوع البلوغ المبكر، ما بعرف ليش، في بنت عمرها 9 سنين او 10 سنين واجاها الحيض واجتها اول دوره شهريه، اتس تو ليت، خلاص فات الاوان انه تاخذ هاي الابره، ولا بعض الحيض او ظهور الدم
ممكن يكون الابره هي مفيده؟ هلا سؤال كثير وجيه. ممكن الابره، نحن اوقات مو من اول ابره بتثبط، اللي هي بدنا نعطي اول ابره وثاني ابره بفاصل 15 يوم اعتبارا من الابره الثانيه بتثبط. نحن كل ما بكرنا ورد، يعني كل ما الاهل بكروا، بس معك حق بطرح الفكره انه اذا صار في عنا تمس ممكن نثبت، لانه وقت ما بينتبهوا يعني الاهل، اذا صار في تمس ممكن وقتها نثبت، بس بدنا يعني بفاصل زمني اول ابرتين قصير اسبوعين، بعدين ممكن نعطي. يعني نحن عم نلحق الموضوع للاخير لحتى نعطي امل بس للاهالي. تماما. انه رغم انه ممكن يصير هيك ولكن قد يكون في ممكن حل، ممكن نسيطر على الوضع. طبعا طبعا ممكن نسيطر عليه. بس كثير شغله مهمه انه ناكد انه الابر امنه 100% وما بتسبب اي مشاكل بالمستقبل، وهي عم تنعطى من زمان. وعندنا كثير بنات وحتى صبيان كانوا ياخذوا الابر وكبروا وتزوجوا انجبوا وامورهم كلها حلو، ما بتعمل عقم، هي اهم شيء، هيك بيسالوا. لا هي ولا هرمون النمو يعني ما بيعمل عقم. تمام. يعني هي القصه الكثير منأكد عليها. طيب دكتور، خلينا ناخذ من حضرتك نصائح اخيره لكل الاشخاص اللي عم يحضرونا لحتى نساعد اطفالنا نوعا ما من حصول البلوغ المبكر. نحن الرياضه كثير مهمه، الرياضيين المحترفين بيتاخر عندهم البلوغ. كل انسان، كل طفل عم يعمل رياضه، لو انه نص ساعه بشكل يومي، ما عندنا وقت هلا بالشتويه بين الماده والماده بنحط موسيقى وبنعمل رقص شرقي. يعني بيساعدنا الموسيقى، كثير مهمه كمان مشان تخفف الستريس، بس مو الموسيقى الصاخبه، لانه كمان الشده النفسيه عامل مهم بتغير الهرموني. نمط الحياه بيلعب دور، نوع الطعام بيلعب دور، كل ما كان اكلنا صحي اكثر، كل ما ركزنا على الخضار والفواكه الطازجه، كل ما كانت الامور افضل، كل ما بعدنا عن المواد الحافظه وعن المعلبات وعن النودل هي والاجبان المربعه يعني اشكالها مختلفه ما بدنا نقول شو اسمها، كل ما كان افضل، نركز على جبنتنا البيضاء، يعني هي كثير شغله. كل شيء طبيعي بدون مواد حافظه تماما ممكن يساعد بهالحاله. شكرا كثير لوجودك معنا. يسعد.